خلال هذه الأيام نشاهد عصفاً للريح، وهذه الرياح تنقسم إلى قسمين: رياح دائمة على السواحل التهامية واليمن والقرن الإفريقي، وتعمل هذه الرياح على إثارة الغبار والأتربة العالقة على وجه السماء طوال موسم الصيف، والعامة يسمونها بموسم الغبرة أو الغبيرة. ورياح ناهضة مع الشمس تبدأ مع شروق الشمس وتشتد حمأتها في حال الظهيرة، وإذا غربت الشمس فإن الغبار يترسب على الأشياء، والعامة يسمونها بموسم البوارح، وهي الرياح التي تعمل على إزاحة الرمال الصحراوية. أتيت أركض والصحراء تتبعني، وأحرف الرمل تجري بين خطواتي، أتيت أنتعل الآفاق أمنحها جرحي وأبحث فيها عن بداياتي. والرياح الدائمة والناهضة والمثيرة للغبار والأتربة تتعاطانا طوال موسم الصيف، وتكون حارة بين قوسين رياح سموم خلال موسمي زدحة وجمرة القيض، واللي مدتهن 52 يوما من طلعة المرزم لطلعة سهيل يصلاك من حر اللواهيب صالي.